ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان النهارده هنعمل مع بعض عصير الدوم هو طبعا مشروب صحي جدا ومفيد جدا للجسم هنعمله في رمضان هو بيتباع بره باسعار غاليه جدا هنعمله بسعر بسيط ومش هياخد معانا اي مكونات هو معانا دوم كده بنجيبه من عند العطار ومعانا كمان سكر آه ده الدوم انا جبته وغسلته علشان طبعا بيبقى موجود عند العطار ممكن يقف عليه اي حشرات او يبقى فيه تراب فانا جبته وغسلته ومعايا كوبايه صغيره من السكر الكوبايه الصغيره دي بتعادل نص كوبايه سكر هبدا ان انا احط السكر كده في حله وهنزل عليه بالثوم المغسول بالدوم المغسول وهبدأ ان انا اخدهم على النار واقلب فيهم اوطي النار معلهاش اوي قوي علشان السكر ما يتحرقش انا عايزة السكر يدوب معانا يعني يبدأ في مرحلة الكرملة طبعا هو مش هيتكرمل معانا أوي يعني ان هو بس يبدأ يدوب معانا زي ما انتو شايفين بالشكل ده طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد آه كده بدا السكر يدوب معانا شويه زي ما انتو شايفين كده بوريكم معايا بدا ان هو يدوب هبدا ان انا اقلبه الطريقه دي والخطوه دي بتطلع ريحه الدوم اكتر بتظهره وكمان قرمله آه السكر دي آه مهمه جدا اللي في الطعم بتاعه يعني انا جربته من بره وعملته بالطريقه دي آه وفعلا طلع زي اللي بنجيبه من بره بالظبط دلوقتي هبدا ان انا انزل عليه بلتر من الميه الكمية دي معانا كانوا توم كانوا توم هبدأ ان انا انزل باللتر من المية آه وهسيبه بقى يعني ايه يسخن كده على النار انا مش هديله فرصة ان هو يغلي هو هيسخن فقط اللي هو هيبقى هيب... هيبدأ يغلي بس لان هو لو غلي معانا هيكون ممرر كده خلاص هو سخن معانا زي ما انتم شايفين حتى لونه غمق شويه ده طبعا من لون الكرمله ولون الدوم كمان بدا ينزل في الميه هسيبه بقى 12 ساعه بالشكل ده هشيله في التلاجة 12 ساعه ده كده بعدها بعد ما قعد 12 ساعه في التلاجة انا صفيت الدوم وده كده كان لونه وكان السكر بتاعه مظبوط جدا ما ضفتش عليه اي مكونات وهبدا دلوقتي ان انا احطه معاكم كده في كوبايات التقديم بصراحه هو كان جميل جدا وكمان هو عصير مفيد جربوه هيعجبكم قوي كمان طلع والله احلى من اللي كنت بجيبه من بره طعمه جميل جدا طبعا رمضان العصير فيه بتكون كتيره منها عصير الدوم والعرقسوس والتمر الهندي جربوه هيعجبكم جدا مع السلامه